صرف المرتبات خطوة في الاتجاه الصحيح، وإن بدت متأخرة إلا أنها ستسهم في التخفيف ولو بشكل يسير من ضائقة الناس. هنا يتسلم أفراد الجيش الوطني مرتبات 3 أشهر، فيما يتبقى ما يزيد عن 3000 آخرين يقولون إن أسماءهم سقطت وينتظرون الحلول. طبعا اليوم هذا بدينا تسجيل صرف المرتبات في اللواء 22 وفي كل القطاع المحور، قطاعات الألوية المحور بالكامل. بدأ صرف المرتبات للأفراد والضباط وصف الضباط، والعملية الصرف يعني تمشي بآلية محددة لكل الناس في كل الوحدات العسكرية، ولحد الآن يعني الأمور يعني تمشي بشكل طبيعي وممتاز. يعني على الجانب الآخر تجري عملية صرف مرتب شهر ديسمبر فقط من العام المنصرم للقطاع التربوي للدفعتين الثانية والثالثة، والتي تستهدف 10 مديريات، فيما يستغرب موظفو الدفعة الأولى من عدم استكمال الحكومة صرف ما تبقى من مرتباتهم المتوقفة منذ عدة أشهر. أيضا الظروف صعبة جدا، نرجو من رئاسة الجمهورية ورئيس الوزراء بسرعة صرف رواتب الموظفين وتعميم صرف رواتب الموظفين جمعة، ليس إلا راتب شهر واحد أو شهرين لموظفين مخصصين سواء للتربية سواء لأي قطاع أخرى. نطالب بصرف جميع مرتبات الجمهورية وليس محافظة تعز فقط. نطالب الحكومة الشرعية أنها تصرف الرواتب لجميع الموظفين بدون استثناء في كل المحافظات سواء اللي وقع تحت سيطرة الانقلابيين أو المحررة، بدون جميع وجميع الشهور أيضا تسلمها. يتساءل الجميع هنا، إلى متى ستظل مدينة تعز تعيش هذا الوضع المأساوي؟ فحرب الميليشيا الانقلابية تقتلها من الخارج، بينما تتساهل الحكومة في صرف المرتبات في الداخل. مع تسلم بعض من قطاعي التربية والجيش مرتباتهم، لا يزال الكثير غيرهم ينتظر مستحقاتهم. وإن بدت تعز في محاولة إنعاش طفيفة، إلا أنها ما تزال بطيئة جداً وأبعد ما تكون عن الحلول العاجلة. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.